احتفلت مصر بتخريج جيل جديد من أبنائها الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة. كاميرا التلفزيون المصري شاركت الطلبة وذويهم هذا اليوم والتقت بعدد من أهالي الطلاب الأوائل الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل وتفوق أبنائهم. أيمن محمد وجيه ولد ملازم طيارة تحت الاختبار عمرو أيمن محمد وجيه. الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني دي البداية، وأنا طبعا فخور بابني وشرف إن هو ينتمي للمؤسسة العسكرية، والحمد لله رب العالمين دي البداية إن شاء الله لمزيد من التفوق ومزيد من التقدم للأمام إن شاء الله. يعني عصام عبد اللطيف والد الطالب احمد عصام عبد اللطيف، طبعا فرحه كبيره جدا ما تتقدرش باي ثمن ولا باي حاجه. الحمد لله يعني مشرفني ومنورني في الدنيا كلها الحمد لله، وفرحان بيه جدا يعني فرحه سعيده جدا بيه، يعني فرحان بيه فعلا. يعني انا فرحانه بيه جدا وبقول ربنا يحميه ويحرسه وهو واللي زيه يا رب، يعني بشكر كل اللي وقفوا معايا. ويعني عايزه اقول حاجه برضو ان الحمد لله وما فيش واسطه خالص، وهو بمجهوده والحمد لله طلع الاول على الكليه، والحمد لله يعني ما لناش اي حد في القوات المسلحه. فيعني فعلا بثبت ان فعلا بمجهوده هو من اوائل الثانويه العامه والحمد لله الاول برضو. فبشكر اي حد ليه قائد وكل اللي ساعدوه الحمد لله، وربنا يحفظه هو واللي زيه. لازم تحت الاختبار محمود اشرف عزت. النهارده اول احساس طبعا حاسس بيه الفخر الشديد بان انا خلاص هنضم للجيش المصري رسميا، وهبقى جزء من عماد حمايه وطن. وبتشرف جدا النهارده ان انا شرفت اهلي وبقيت من الاوائل زي ما انا معودهم كل سنه، ان بقيت من الاوائل وبقيت من اوائل دفعه الخريجين. فدي حاجه ومسؤوليه كبيره جدا ملقاه على عاتقي وانا قدها، والحمد لله الأكاديمية العسكرية المصرية أهلتنا التأهيل الكافي للمسؤولية دي. يعني احنا دلوقتي لما نخرج بره مش هيبقى في فرق بين شغلنا وبين الأكاديمية، لأن الأكاديمية موفرة لنا جميع السبل اللي ما تحسسناش إن في فرق بين الكلية وبين بره.